بالنسبه لسيجمنت 2 بقى نتكلم على الفايتس اللي هتقرب والفايتس اللي هي قريب قوي هتشوفها، زي مثلا في كارد تلعب يوم 17 اغسطس خلاص كمان اسبوع، احلى كارد في يعني احلى كارد في السنه، كارد ستاك توب تو بوتوم فيها فايتس كثيره قوي حلوه قوي قوي قوي. هنتكلم على ثلاثه فايتس منهم، هنتكلم على دي سي ميوتشيتش المين ايفنت، هنتكلم عن انثي باتس ونيت دياز في الويلت في اللايت ويت ديفيجن، وهنتكلم على في اللايت ويت ديفيجن، وهنتكلم على يوال رومارو وباولو كوستا فايت مهمه جدا في الميدل ويت ديفيجن وفي فيو كبير قوي منهم. نبدا بالفايت بتاع دي سي ميوتشيتش، فايت دي مهمه جدا لان احنا شفنا الفايت الاولانيه خلصت ازاي، بونش لاندد بيهايند ذا اير، ميوتشيتش ما شافهاش خالص خالص خالص، سمنتد الليجاسي بتاعت فايتر زي دانيال كورمي ان هو واحد من اعظم فايترز في التاريخ، واثرت قوي في ستي بي، واثرت جدا في ستي بي، وفضل طول الوقت بيفكر فيها وطول الوقت مش عايز يعمل اي فايت ثانيه غير الفايت دي، لان هو شايف ان هو يستحق، وهو فعلا يستحق اكتر واحد ديفندد الهيفي ويت تشامبيون شيب فور تايتل ديفنسز واجانست ناس تخوف. وفي نفس الوقت دي سي قال لك انا لو ما عرفتش اسكاجل فايت بروك لسنر ان انا فايت هتسكيور بالنسبه لي فاينانشلي الفيوتشر بتاعي، الراجل عندي 40 سنه كنت خاطر انا ابطل اسام دلوقتي، بس ممكن اكمل تو فايتس كمان، فايت دي وفايت جون جونز مثلا بوسيبلي، فشايف ان هو انا ما عرفتش العب بروك لسنر بيوتشيتش فعلا يستاهل. بس برضه زي ما احنا شفنا دي سي بيتكلم في بريس كونفرنسز بيقول لك انا شايف ان انا اقدر اكسب تاني، مش حاجه تختلف يعني الحاجات الغريبه فعلا سمعتها اللي هو اي من ديفرنت ليفل بالظبط. طبعا دي سي من احسن فايترز في التاريخ اصلا، بس مش شايف برضه اللي هو انه ديفرنت ليفل، لان الفايت كانت رايحه باك اند فورث كانت قريبه قوي. اول حاجه الفايت دي لو ما كانتش حصلت انا كواحد ك ام ام اي فان عامه يعني كنت هبقى متضايق جدا بصراحه لو دي سي بطل من غير ما الفايت دي تحصل. لان اللي هو دلوقتي في ناس رجعت تاني بعد كين فلاسكس وبعد فيدرو ماليانكو كانت بتتكلم في نقطه اللي دي سي جريتست هيفي ويت اوف اول تايم، وفي ناس بتقول ستيبي ميوتشيتش جريتست هيفي ويت اوف اول تايم، وده عنده ارجمنت وده عنده بالظبط. بغض النظر ان انا معترض شويه على بتاع الدي سي، ان انت الريزم بتاعتك دلوقتي مش ايام سترايك فولس، سترايك فولس لعب مع ناس تقيله الصراحه، بس دلوقتي جيم مختلف دلوقتي وبرضه ما تقدرش تنسى الباسز اللي اجانست جون جونز بس ده لايت هيفي ويت فممكن، بس هو هيفي ويت ان بيتن عمره ما خسر في حياته، بيك فوت سيلفا، روي نيلسون، ديريك لويس، اي نعم، ستيبي ميوتشيتش الفايت الاولانيه في ارجمنت كبيره. ستيبي ميوتشيتش ثلاثه فايت تايتل ديفنسز، اعلى واحد في التاريخ، عدى كين فلاسكيز الاثنين، الناس اللي لعبهم جي دي اس، الفايتات جي دي اس واخد التايتل فردوم في البرازيل، يعني فردوم اوفر ريم، جي دي اس، فرانسيس انجانو ما كان كل الناس بتتكلم عنه، واي بليسنج واقوى بانش في التاريخ بالظبط. فاربع اسامي او عامه الاسامي كلها قويه جدا قويه جدا يعني، ومارك هانت حتى يعني، وهو اصلا يعني حتى ماتش امريكا الفايت الاولاني كان خسران من جي دي اس جونيور دي سانتوس، رجع ورا الماتش ده وكسبه. الفايت الوحيد اللي قبل فايت دي سي اللي ما قدرش يافنجز لوس كانت مع هما اتنين سوري كانت فايتين مع السكاي سكريبر اسمه ستيفن ستروف ستيفن ستروف، فهو ستيبي ميوتشيتش ثلاثه تايتل ديفنسز، فكان طبعا هايب على الفايت دي لاي واحد ام ام اي فان، كان هايب رهيب جدا، كان بالنسبه له الصراحه دي ده من احسن فايتاته في الدقيقه. ففكره الفايت الاولاني مشيت ازاي، الفايت الاولاني مشيت يعني كان فايت قريبه جدا. انا شايف اللي من اكتر حاجات اللي خسرت ستي بي الصراحه الكونفدنس بتاعته، كان داخل بكونفدنس عالي جدا جدا يعني، انت شفتها فيه اللي هو حتى بينزل ايده بطريقه، لا لازم بالذات انت في الويت بالذات في الفيجن زي كده بالظبط لازم تحترم، وده اللي احنا شفناه فعلا. بانش ديلتي بوكسي من 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 كلينش من دي سي ازاي وديته على طول نيمته على طول، وده غريبه غريبه فعلا اللي هو فرانسيس انجانو اللي هو احسن اقوى تقريبا بانش في العالم او اقوى بانش في ام بي ما وقعش ستيبي، مع ان اول راوند ما بينهم دايما بتكلم على البانشز اللي انت مش بتشوفها بالظبط، دايما بتكلم ان انت ما بتشوفش البانش بتفرق قوي 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 منتلي، بتفرق ان انت شايفها جايه، فاه حتى لو قويه الرياكشن بتاعك هيبقى متوقع شويه، هي دماغك نفسها يعني حتى لما بنلعب بتاع ماتشات يعني دماغك نفسها المبرمجه مثلا انا البانش دي جايه فبتبقى جاهز ليها، وكمان بتفكر ازاي هتكونتر بانش، خلاص هي جت ازاي بتكونتر، ده بتحضر، انما انت لو انت خدتها وانت مش شايف فعلا بتبقى خضه، بيحصل خضه عندك ففعلا بتبقى الموضوع بيبقى اصعب بانش ليك. ف
فشفنا ازاي دي سي ازاي في وسط الكلينش وقعوا على طول نقاط. قال لك حتى بعد الفايت احنا كنا بندرس الحته دي واتفرجنا عليها اللي هو اس تي بي دايما لما يطلع من كلينشز مش بيرفع ايده. وشفنا برضه دي سي ما قدرش قوي تيك داون اس تي بي. في برضه كاريزما كان قوي قوي مع ان طبعا دي سي كاريزما اقوى بتاع. عشان كده الفايت دي هتبقى انترست. عشان كده الفايت اللي جايه انا متوقع انا متعاطف مع ستي بي بصراحه. انا متعاطف معاه. انا شايف دي سي مرشح حديثي. انا اقول ستي بي. انا اقول ستي بي بصراحه. عشان ستي بي يخلص ازاي؟ ديسيجن ولا نوك اوت ولا تي كي او؟ انا شايف ان مثلا انا شايف دي سي يكسب في راوند 3. لو 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 ستي بي هو المفروض يتعلم من الكونفنس بتاعته. ستي بي كبوكسر هو الاثنين كويسين قوي بس ستي بي عنده ستي بي وروتشيتش يعني بيعرف يلعب وهو راجع حلو قوي. ودي سي داني كولبير هو اصلا بريشر فايتر فهو يعني على الميثود بتاعته عكس ميثود دي سي. جود ماتش بالظبط. فممكن اصلا هو دي سي داخل يعني دايما بيبقى بالنسبه للاجريسر او اللي بيلعب الستايل ده بيبقى محتاج واحد. يعني شفنا ستي بي ميوتش اما وقع فيردوم وهو داخل عليه فيردوم. فيردوم كان بيجري لورا. فيردوم كان بيجري عليه وستي بي كان بيجري لورا بالظبط. فستي بي ميوتش بيلعب حلو قوي بيرجع لورا. فانا شايف ان هي تخلص نوك اوت. لا صعب قوي. انا كويس قوي ده بس ممكن في الراوند الثالثه يعني او الراوند الثانيه. اتوقع دي سي اكسب في الثالثه او الرابعه. الراوند الثالثه بس اللي هيفرق في الحته دي قوي هيبقى ريسلينج بتاع دي سي عامه. هنشوف.